انطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة في نسختها 57 للموسم الرياضي 2022-2023 على صالة الاتحاد في مجمع سعد العبدالله. وقد شهد اليوم الافتتاحي للبطولة فوز فريق كاظمة على نظيره الساحل بثلاثة أشواط دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة اتحاد كرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالة المغطى. يذكر أن القادسية حاز على لقب البطولة منذ انطلاقها 23 مرة، ثم كاظمة 15 مرة، والكويت 13 مرة، في حين فاز العربي باللقب 4 مرات والجهرة مرة واحدة.